بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب القصة بتاعت النهاردة تعجبكم. يلا يا أسطورة محمود الجمل، لايك واشتراك في القناة. شكرا. يا جاي دلوقتي يا فادو. ماشي تيجي القضاها. ماشي ما تعمليش حاجة لما أقولك، لما أغمزلك. حياة ربنا البت دي لمسكها لك في المقالة. يا فادو اسمعي الكلام يا فادو. اسمع مني، ده أنا همسكها فادو. بص همرمطها في الشارع. أول لو غمزتلك افرميها في الشارع. لا مش ده انا اقول لك حاجه، ده انا عبارة على خالص. اشوفك نازل مع عربيه ولا تقول لها يا ماما حتى. اقسم بالله بالجزمه ما هقول لك تاني. ما تجيش ولا ما يكلمه، ما تدخليش ما بيننا ودعي ورا كده بقى. ما تتكلميش خالص يا بنت. انا همسك امك دي يا فدوى. اول ما اغمز لك بس اسمعي الكلام. هنشوف هي هتعمل ايه. اتكلمي براحتك يا حبيبتي، برضه هتقعد يا بنت. خالص يا بنت. بقول لك حاجة، كل ما هتعيطي في كل ما هضربها. والله هبدأ بالجزمة. هتشوفي. خد يا بنت. اسكتي بقى. طلع عياط بقى، جبتيلي صداع يا بنت. شغل امك ده بطاريه يا بنت. مش شبه امك كده. بقول لك حاجة، مش هسيب امك دي. عياطي كمان هتشوفي، وهخلص امك واجي اكمل عليكي. هي جايه هناك اهي. ماشي تيجي القضاء. خليك من العربيه امنيه. عايزه ايه؟ عايز اشوف امنيه يا محمد. مش قلت لك ما تكلمنيش تاني؟ عايزه كنت بس انا حاجه مش عايزاك انت، انا عايزه البنت. بطل هتشوفيها. بطل الكهن ده بقى، بطل الكهن ده. مش هقول لك تاني. على فكره مش حق اشوفك. مش هقول لك تاني. كلمنيش تقول تاني. ما تكلمنيش تاني ولا ليكي دعوه بالبنت تاني. ايوه حبيبتي مالكيش دعوه بالبنت خالص. ماشي عشان ما زعلكيش مني. هشوفها بس هي واقفه معايا. اقسم بالله هزعلك. هيقف معاك مش هاخدها وامشي يا محمد. عايز مش هقول لك تاني. لا انت تشوفيها. انت ما بتفهميش. ما تخليكي محضر خير. لا يا حبيبتي مش محضر خير معاكي انت بالذات. ليه انا عملت لك ايه اصلا؟ مالكيش دعوه وانت في دماغك كده بقى، وهمسكك افرمك لو ما سكتيش. انت دلوقتي انا عملت لك حاجه هزتك في حاجه؟ ليه حاطه لي اه هتلوك كتير بقى دي ولا ايه؟ بطلي امي اللك ده. ما هي حاطه لي في دماغها ليه يعني؟ ليه يا عم كل ده؟ هي اللي خربت حياتي اصلا. خربت ايه؟ مبسوطه خربت حياتي والله. مين اللي خرب حياتك؟ هي خربت حياتي. انت اللي خربت حياتك بنفسك. ايوه ده ايه الكهن بتاعها ده؟ هي اللي خربت حياتي. هتيجي تندم. خلي بالك انت اللي هتندم. وانت لما تتجوزي هتلاقي حد يعمل فيك كده زي ما عملتي فيا. اه طب عايزه اقول لك حاجه بقى، ده بكره انا هجوزه واحده انضف منك مليون مره. روحي جوزيه بس انا اهم حاجه عندي بنتي. ولا هتشوفيها. محمد بعد اذنك عايزه بنتي. امشي يا عبير. يلا امشي من هنا يلا. ايوه اكاشي فيها كويس. والله يا ماما قلبي والله نفسي انزل لك يا ماما. عبير يلا حبيبتي. اسمعي الكلام وامشي. يلا مع السلامه حبيبتي. انت بتعملي لي كده ليه يعني؟ ولا تكلميني في التليفون تاني. اقسم بالله انت خفت حاجه؟ في ايه يا عبير؟ مالك يا عبير؟ الشارع كله بقى. في ايه؟ انت تقدر ان هي كده واقفه. ما تضربوش يا بنات. امشي. مشاكل في حياتك اصلا. قول في 60 داهيه. امشي يا بت، امشي يا بت، يلا من هنا يا بت. السلام عليكم. والله العظيم ارفع عليكم قضيه ومش هسيبكم. امشي يا بت من هنا يا بت. قول في 60 داهيه. السلام عليكم بس. عايز ايه يا استاذ؟ السلام عليكم. عايز ايه؟ السلام. في ايه مالكوا؟ في ايه بس؟ انت مالك يا عم؟ واحده واحده. عمال تدخل بينا. امشي يا بابا. بص لك على حاجه، مالكش دعوه بيهم، ناس مش كويسين اصلا. ايه اللي حصل بس؟ ما تدخلش في مشاكل. انت اللي مش كويسه ومش محترمه. لو سمحت. ومش هشوفي البت. لو سمحت يا استاذ. هقول لك وانت شوف ده صح ولا غلط. شوفني انا غلطانه لو سمحت يا استاذه. انا هحكي لك اللي حصل. هو كدابين. اتفضلي. هو انا اتغلطت بصراحه، هي عملت مشاكل دي اختي، وعايز اشوف البنت طبعا. اشوفها دي قدامك. ما تخليها تشوف بنتها فيها ايه يعني؟ يا عم انت مالك؟ حرام عليك. انت ايش حشرك انت يا ظالم؟
خليك في حالك يا حبيبي. بنتك عندها كم سنة؟ عندها 10 سنين. من حقها تاخد اشوف امك تاني. حقها تاخدها لحد 12 سنه. طب هاتيها وشوفها هتقول لك ايه. من غير ما تشوفيها مش عايزه تشوفي. لو سمحت يا استاذه. يا عم انت بتتدخل بينا ليه؟ لا يا عم شوفي من عارفك انت اصلا خاطر. لو سمحت يا عم انت بتحطي ايدك عليا ليه؟ يا عم في ايه يا عم بتحطي ايدك عليا ليه؟ معلش انا اسف حقك عليا. انا عايزه اشوف بنتها بس. يا عم انت مالك انت؟ يا بنت انت امشي بقى ما توجعيش دماغنا بقى. في ايه؟ انت هتمسكني يا عم. انت فيها يا عم مالك يا عم؟ يلا امشي من هنا يلا. خلاص يا استاذه. مش انت من هنا. والله ضربك في الرجل. والله العظيم ضربك في الرجل. يا عم انت مالك؟ يا بني ادم. يا عم انت مالك انت؟ يا بني ادم يا جدع. امشي 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 من هنا يلا. يا استاذ انت يا استاذ. انت مالك عليه ولا ايه؟ ايه يا بابا انت؟ حسام ليه بابا يزعقلي انا يا ماما؟ نفسي اروح لك والله بس انا مجبوره على كده مجبوره والله يا ماما. نفسي اروح لك وحدك يا ماما. اقسم بالله نفسي اشوفك. معمودة تزعقلي دلوقتي اعمل ايه؟ هتبهدلني من ضرب في البيت لو طلعتلك. انا مجبورة على الكلام ده كله. اقسم بالله لو انا كنت انزل كنت اقسم بالله هنزل بس عمتي وبابا منعيني. اعمل ايه دلوقتي؟ نفسي انزلك يا ماما. خلاص يا بيه ما تزقش يا بيه. خلاص يا عم ايه؟ بص يا استاذ بص يا استاذ. ايه يا بيه عايز ايه يا بيه؟ انا ولا اعرفك ولا اعرفك. انا معدي من الشارع لقيتكم بتتخانقوا قلت اصلح فعل الخير مش اكتر. ماشي. يعمل فيها بقى حنين وفعل خير يا حنين. يا حاجه في ايه يا حاجه ولا الكل ما تكلمناش كلمنا يا عم خلاص يا عم ما تكلمناش كلمنا يعني انت مش شايف اسلوبها عامل ازاي؟ عايز ايه؟ واحده يا محمد ما بطل قله ادب عشان ما نقلوش ادبنا عليك. انت كل عيب هتلمها يا بيه. في ايه؟ على فكره كده اللي بتعمله. ثواني يا فدوى احنا عايزين نشوف بنتها بس مش اكتر. دقيقه واحده. انا مش حقيقه مش عايز اشوف. خلي بالك انا اتهزقت النهارده وكل حاجه بس عشان هي تشوف بنتها بس. اجيبها لك؟ والنبي لو سمحت. عشان خاطر اشوفها. خليكوا هنا بت. طب خليكوا هنا ثواني هي معايا في العربيه اجيبها لك. معاك في العربيه؟ خليكي هنا بس مفيش حد يتعرف من مكانك. خلاص قلت لك انت دي بيتي انا. تعالى يا فادو. خليكوا هنا. هروح لا خليكوا هنا انا اجيبها لكم. خليكوا معاكم. خليكوا هنا. بص عليها دي اهو. والله ما خليكي تشوفيها. خلاص. ماشي هاتها خلاص. انا استنوك اهو. تعالى يا فادو. خلاص الكل احنا اسفين. باذن الله باذن الله خليك تشوف بنتك النهارده. صدقيني والله انا هقف جنبك. والله انا ربنا بعتني ليكي عشان بنتك دي. صدقيني انا هقف جنبك لحد ما تاخدي بنتك وتشوفيها واي حاجه تطلبيها مني انا هعملها لك. ربنا يكرمك اللي انت عايزاه. وقفت جنبي وربنا يقف جنبك والله. لا 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 انا تحت امرك والله. انا ما يرضينيش وانا لو اختي مكانك عمرها في حياتها ما هيرضيني اللي هي تبقى تكون في الموقف الوحش ده. ربنا يخليك وعاشه تهزئه هي اصلا الناس قالت لك. معلش وباذن الله باذن الله الموقف هيعدي على خير. بس انا كنت عايز اعرف انت عملت لهم ايه كل ده؟ انا ولا عملت لهم حاجه هي اللي عملت سخن فيه. ده انا حاسس ان هم شايلين مني الجامد قوي. انا عملت لهم مشكله ان مفيش حاجه حصلت ده هم بس طلقتني بسبب غلها هي بتغير يعني مني وكده. الحمد لله الحمد لله. انزلي بس من العربيه بس. انزلي يا امنيه عايزه. كده يا بت. بقول لك ايه؟ في واحد وقت مع امك هناك هيقول لك عايز امك ولا ابوكي؟ تقولي عايز ابويا ومش عايز اشوفك تاني يا امي. قالي لا اقسم بالله ما هسيبك. بت بصي لي كده انت نسيتي المكوى في البيت ولا ايه؟ انا جاي على وشي هموتك ويديني ما هسيبك. ماشي هتقولي مش عايزه اشوفك. اللي هقول لك عليه تقولي حاضر. هتروحي تقولي مش عايزه اشوفك تاني يا ماما. انا بحب بابا. بحبك. ماشي انا مش بحبك ومش عايزه اعرفك تاني. اقسم بالله لو ما قلت كده ما انا سايبك. انت عارفه لو رحت غيرت الكلام هعفيكي ايه؟ هفرمك في البيت هفرمك. ويديني ما هسيبك والله لا اذبحك. تعال يلا حبيبتي يلا. دي بحب عمته قوي. يا حبيبتي وحشتيني. وانت تاني مالك يا حبيبتي؟ فيكي ايه؟ ماما على طول بيقعدوا يضربوني. ايه التعويل اللي في وشك دي يا حبيبتي؟ هما بيضربوني. مين اللي بيضربك يا امنيه؟ تقولي يا حبيبتي. قولي بقى كده قولي بيعملوا فيكي ايه؟
واحدة واحدة يا ست الكل. دي دفتي. انت مالك؟ وانت مالك؟ انا كده دي بنت صغيرة. مالكيش دعوة. شوفي عيالك ما ترد عليها. انت ما تتكلمش خالص. انا والله العظيم هسيبك. انا والله ما العظيم هسيبك. بتهدسك الحق. ايه ده؟ بص عشان تعرف ان انا مظلومة. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ليه كده يا استاذ غلط؟ دي بنت صغيرة. عايزة تعيشي مع مين؟ والله بنت صغيرة حرام عليكم. في ايه؟ استنى اسمع. عايزة تعيشي مع مين؟ أمنية. قولي يا بنت ما تخافيش. بصي لي انا وقولي لي. بص يا استاذه تسمعي مني يا حبيبتي. مين بيقول لي؟ عارفه لو انت قلت لها ايه بس يا استاذ؟ في ايه؟ بيقول لي انت واحد. اهدي يا حبيبتي اهدي يا حبيبتي. من كل الله والله العظيم انت ما اب ولا انت انت ام. لا انت لا حول ولا قوه الا بالله. بيقول لي لازم اقول للأمه. انا عايزه اسمعك. عايزه اسمعك؟ عايزه ماما اعملوكي في البيت. اوعدك يا حبيبتي خليك تعيشي. يقعدوا يضربوني. ليه دي بنتك؟ انا جايبها لك. شفت البت؟ بص على كده. اوعى اوعى انت مالك انت؟ بص على كده. يلا على العربيه بقى. ايه والله والله لا ارفع عليك قضيه. ارفع. شفت البت؟ انا ما هسيبك. والله لا ارفع عليك قضيه. وش تتين داهيه؟ والله لا ارفع عليك قضيه. واخد البت منها. والله ارفع لك عليها قضيه واجيب لك البت لحد عندك. البت هتموت. ده حرام الضرب. والله ما سايبكم. ممكن تساعدني؟ انا اقسم بالله انا ليا خالي محامي والله اخليه يرفع لك قضيه واجيب لك البت. ممكن نروح له دلوقتي؟ تعالي اتفضلي. والله ما سايبكم يا عالم يا زباله. روح منكم لله. اقسم بالله انا هسيبك على وشك في البيت. ويديني ما انا سايبك. كنت تسمع الكلام؟ ما سمعتش كلام ليه؟ ماشي يا باشا. ان شاء الله على النبي. يا عم ايدك انت مالك يا عم؟ في ايه؟ يا عم البنت الصغيره حرام. مالك يا عم؟ بنتي وانا حر فيها. يا عم ما ينفعش اضربها حرام. يا عم انت مالك؟ بنتي وانا حر فيها. ربنا يسهلك يا حبيبي. ربنا يسهلك. ويديني ما انا سايبك. ماشي اقسم بالله لو قلت لك على حاجه ثانيه ما سمعتش الكلام. انا سايبك. اركبي. استاذ حرام عليك يا عم. انت مالك بيها يا عم؟ الاطفال احباب الله. دين ده يا عم. اطفال احباب الله. يا عم انت مالك؟ حرام عليك. عيله صغيره اضربها يا عم. انت بنتي وانا حر فيها يا عم. يا عم انت حر فيها. خد في 60 داهيه. ماشي يا عم. في ايه؟ الله يا عم انت ربنا يولع فيك. اقسم بالله المعامله دي تخلي فيهم ليه عشان تضربوهم؟ انت ربنا مش هيسيبك. انت مال اهلك؟ لما تحترم نفسك يا عم. عيب مش عاوز امد ايدي عليك يا عم. انتوا ناس مفترية. شط الخلفة ما يخلفوش. المفروض ربنا جايبهم بيت زي الحسن دول يحافظوا عليها. يا رب يكون الفيديو عجبكم والفكرة كمان تكون عجبتكم. واستنوا مننا كل جديد الفترة الجاية. أغلى حاجة في حياتنا. أهم حاجة يا جماعة عليكم تشتركوا في القناة وتدعمونا للفترة اللي جاية وتعملوا لايكات. ورأيكم يا جماعة يهمنا في الكومنتات. رأيكم أهم حاجة. باي باي. أغلى حاجة في حياتنا يا جماعة. دعمونا بقوة. أمنية قوة جماعة. يا جماعة عملوا لايكات كتير وكومنتات ودعمونا بحياتكم كلها. واكتبوا لي أنا ممثلة ولا لا. بصراحة أنا مش هزعل منكم. أنا هشوفكم رأيكم في الكومنتات. وعلى طول دعمونا يا جماعة. إحنا مش إحنا بنعمل لكم فيديوهات كتير وإحنا مبسوطين. مبسوطونا. ماشي؟ باي. على فكرة أنا مش كده في الحقيقة. يا رب الفيديو كان عجبكم واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس ولايكات كتير وكومنتات اكتر. بنحبكم قوي يا احلى جمهور في الدنيا. كل سنة وانتم طيبين. ينفع كده يا جماعة اللي حصل فيا ده؟ محمد لو احلي روزي. محمد ما فهمش يا جماعة بس طيب. اهم حاجة تشتركوا في القناة وفعلوا الجرس وعملوا كومنتات كتير ولايكات اكتر عشان بنحبكم كلكم جدا جدا جدا. ويا رب تقولوا لنا في الكومنتات رأيكم ايه في الفيديو. يا جماعة احنا بيضحكني. وقولنا رايكم في الفيديو ودي نصيحة ليكم بس. ويا رب نحن بصوا يا جماعة. سلمى على طول بتعمل كده. لا والله يا جماعة بتعمل ازاي حضرتك كده؟ هو ده اللي علمهم الحاجة. بتعمل كده ازاي؟ باي باي. يا رب طبعا يكون الفيديو عجبكم والفكرة كمان تكون عجبتكم. دعمونا الفترة الجاية هنعمل لكم شغل جامد جدا وقصص جامدة جدا والله. لايك وكومنت واشتراك وكل حاجة. أسطورة محمود الجمل. أنتم الأسطورة. أسطورة محمود الجمل إن شاء الله.